واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 466 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 44 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 29 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 5 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 610 قضايا، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.